الرابع عشر من فبراير من عام 1914 توفي في تنوف الشيخ نور الدين السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم، المولود ببلدة الحوقين في الرستاق بين عامي 1866-1867، وانتقل إلى الشرقية عام 1891، عرف بغزارة علمه واجتهاده، فكان فقيهاً ومحققاً ومدققاً وناظماً للشعر، حتى أصبح مرجعاً وقطباً للأمة. كان يرتجل الخطب الطوال رغم أنه كان كفيف البصر، عرف عنه الجود والسخاء والزهد في الدنيا، كما كان ذا هيبة في مجلسه الذي تأتيه وفود الطلبة من كل الأنحاء، فتخرج على يديه عدد من علماء عصره. وقد توفي الإمام نور الدين السالمي إثر سقوطه عن راحلته عندما اصطدم بعود شجرة وهو في طريقه إلى شيخه ماجد بن خميس العبري لمناقشته في إحدى المسائل. ترك السالمي الكثير من الآثار العلمية، منها تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، وأنوار العقول، ومدارج الكمال، وجوهر النظام، وشمس الأصول، وشرح الجامع الصحيح، وغيرها.